دكتور احنا الدنيا حاره، من نتغدى نتعشى نريد نشرب لنا فد بارد فد شي نشنش عليه. شوفوا هنا كل وحده من عندها بيها 12 غاشوقه شكر، و12 غاشوقه شكر تتحول في جسم الانسان الى 15 غرام شحم، فاذا عندك نقص بالشحوم عيني توكل بالله واشرب. فهذا ينحدث نهائيا بالنسبه للسمعه. هذا ما بي 12 غاشوقه، هذا بي 14 غاشوقه ابوي بالعن والدي، هذا مخلي يولي. هارم كذلك 14 غاشوقة شكر، طبعا غاشوقة اللي اقولها هنا أنا غاشوقة صغيرة، غاشوقة الشاي او تعادل مكعب سكر، 12 مكعب سكر. هارم نفس الشيء 12 مكعب سكر، هذا طبعا بي اقل، هذا حدود 10 مكعبات سكر بس هم يلحق ربع عيني. هذا يقشمرونه، الشركات تجي تصنع تقول هذا عصير برتقال، لو هذا يقول عصير كرز، والله هاي الشركه ما شايفه الكرز بعمرها ولا الكرز داخل عندهم بالمعمل. هذا يجيبون اصباغ يخلوها يضيفون عليها الشكر، ونكهات صناعيه تجيهم من الخارج، نكهه صناعيه مال الكرز يخلوا لك اياها. هذول السفله هم لازم يتبعون هذولك، فهذول عيني لا تتقشمر بهالاشياء. شربت برتقال، لا عصير برتقال مال بستان جده وخجايب لك اياه، بويه هذا كله صبغ، هذا صبغ بإضافة شكر بإضافة ماي. أنا عندي صديق وظيفته الإشراف على المعامل صناعة الغذائية، زين يحلف لي أيمان مغلظة يقول أعطوني أمر أنه أروح المعمل الفلاني اللي يصنع عصير الليمون الحامض. يقول دكتور رحت شهيد الله هذا المعمل ما بيلي محامض، ما بيلي محامض، ولا تتقشمرون أنتو، هذا شربت لي محامض، هذا جايب لك ستريك اسيد حوامض مختلفه وليموندوزي وخابطه وخالة اللون بي وخالة نكبي والسلام. يبقى اثنين، واحد اللبن ب 50 سعره، اذا كلها تقريبا على 120 فما فوق، بس هاي بيها 50 سعره وبيها كالسيوم، بيها بروتينات، بيها كربوهيدرات اشياء مفيده، بيها فيتامينات، وتوكل بالله هذا الشرب. وإذا تقول لي ياهو دكتور أفضل أقول لك لا والله هذا الشهيد الله هذا أفضل. فعيني هذا اللبن انتخاب الثاني والمي انتخاب الأول، فأنت كيفك ياهو تختار، يعني أنا أفضل أنه تختار واحد من الاثنين، لا تتقشمرون في هذول. بلي طعمه طيب دكتور، أنت ياهو تشتهي وربك أشتهي هذني أكثر ما أشتهي هذا، أشتهي هذني تشرب؟ لا ما يشرب، ما يشرب، هاي كلها ذبها برا، أنا هذني اثنين على انه اعشق ذني، لكن اترك العشق لانه العشق راح ياذيني، العشق يسوي عندي سكر، يسوي عندي سمنه، يسوي عندي كرش. فعلى الاساس ارجوكم اعزائي شوي تنتبهون انه كل وحده من عندها 15 غرام شحم يولد، مو شغله سهله. فاذا ما عندك نقص بالشحوم اترك الذني، اذا عندك نقص بالشحوم وتريد تسمن نفسك تفكر، هاي تريد تكبر كرشك تفضل الذني، واذا تريد لا سلامتك وتريد صحتك وتريد تخسس وزنك عيني انتخب واحدة من الاثنين. وطبعا دكتور كرماني فضل هذا على ذاك. مع الشكر الجزيل، موفقين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.